هلو حبايب، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير. مشتاقتكم هواية. وين مختفين؟ شو ماكو؟ خب اكو وحدة اسمها فوفو من سامراء، هاي بعد خلاص قطعت وياي، تزوجت ونست لو تيهت القناة ما اعرف. بس بسيطة بسيطة، انا زعلتش اصلا يعني، حتى اذا تعقلي بعد ما احبك. المهم فيديو اليوم هو مشتريات، فراح اشوفكم مشترياتي من منتجات عناية ومكياج، وحابة أقولكم إنه هاي المنتجات هي نفسها اللي أني أبيع منها، يعني نفسها اللي أني أبيع منها موجودة ببيج كلش حلوة. وطبعا قبل ما أبلش بالفيديو وأشوفكم المشتريات، حابة أقولكم إنه راح أسوي حملة دعم للمشاريع الصغيرة أو المشاريع المبتدئة، فأي واحد عنده مشروع يراسلني على الانستغرام مالتي وإن شاء الله أسوي له دعاية. وطبعا انتوا اللي راح تسووا له دعاية مو اني، انا مجرد وسيط، البركة بيكم. فاول شي للمصلحة العامة ولمصلحة الشباب والبنات، خاصة بنات خطية لمصلحتهم، وحتى نشغل الايادي العاملة، وحتى شوية ننهض اقتصادنا. كل ما استغلينا الايد العاملة، كل ما استغلينا الموارد البشرية اللي عندنا بالعراق، اكيد احنا راح نصعد درجات، وهالشي راح يساهم انه يعني شغل هواية من الشباب. لذلك انطلاقا من هذا الموضوع، يا ريت انه انتو تشاركون قبلي بدعم المشاريع الصغيرة. فاليوم جابت لكم مشروعين، اللي هو المشروع الاول مشروع صابون، راح اترك لكم الرابط مالته بصندوق الوصف. طبعا هو صابون ومواد عشبية ويعني هاي الاشياء، فبنية تسويهم راح اترك لكم الرابط مالتها بصندوق الوصف. المشروع الثاني اللي هو مشروع صواني مهر وهدايا، ما شاء الله البنية البيج مالتها يخبل كلش حلو، واثنيناتهم حابين انه يشتغلون، واني من النوع عندي كلش اشجع البنية انه تشتغل، فلانه تعرفون الزمن الاغبر يعني هذا. ساشوفكم المشتريات. اول شي اشتريته هو هاي الفرج من زويبا. طبعا تعرفون اني مهووسة بالفرج، كلش احب فرج المكياج، فاشتريت دول الفرج الورديات، شكلهم كلش حلو، راح اخليهم على الميز التواليت. شوفوا بنات، شوفوا الجنطة شلون كيوت وحلوة، هذا شكلهم، ما اعرف كم وحدة بس هنا هواية كلش. طبعا هنا ذني كوبي مو اصليات، بس كلش زينات، يعني الريش مالتهم او الشعر مالتهم كلش ناعم، كلش حلو وكلش زينات، يعني ما تفرقون بينهن وبين الاصليات. فالاصليات كلش غاليات مثل ما تعرفون، فهذن الكوبي هماتين كلش حلوات كلش زينات، تلقوهن متوفرات ببيج كلش حلوة. فشوفوا كيوت، اموت على الفرج يعني، فتشي اعشقهن. واشتريت هذول الشرائح تحت العين كلش حلواتي خبلا، يعني ورا ما خليتهن، طبعا انا مستخدمتهن، ف بعد ما اخليهن احس جوا العين عبالك متفلتر. وذول الاصليات طبعا كوريات، باعوا مالتهم الختم ومكتوب هنا شانغ بري، وهماتين يعني اصليات، التقليد هنا مكتوب كلمة صينية مكان شانغ بري، كلمة بالصيني، فذولاك تقليد، وهماتين مكتوب عليهم made in Korea، ذن الاصليات الكوريات. فذني الشرائح بنات يخبلن كلش حلوات، اكيد كلكم شايفيهن بكل مكان، فحقيقة يعني تحسون عبالك فلتر جوا العين، فليش انصحكم بيهن. اشتريت بعد هذا الغسول من شركة ووتر مارك بريحة بودرة الاطفال. طبعا هذا الغسول هو نفس، شايفين هذا العطر مع البيبي باودر اللي كل المشاهير يستخدموه والبلوغرات والمعرف ايش، فهو هذا نفس الغسول مال الجسم، مسوي على شكل غسول جسم. طبعا ريحته فتشي خرافي، بحيث من يعني من تصبحون بيه المكان صار كله ريحة يجي بودرة مال الأطفال. وأنا دائما أشتري غسولات بالورد وبالفواكه، بس يعني هالمرة كلش حبيت التغيير، حبيت إنه دا أستخدم شي جديد، وهماتين شكله حلو. أنا من النوع اللي كلش أحب الشكل
واحب الجوده، يعني جوده وشكل تهمني بنفس الوقت، فكلش احب انهم من افوت للحمام القى هيك شغلات كيوت وهاي بالحمام ماتي، وبنفس الوقت زينه كلش زينه وريحتها كلش طيبه، فلذلك وفرت لكم تلقوه يعني بيج كلش حلوه. واشتريت هذا الحمام المغربي، طبعا حجمه كلش كبير. هذا الحمام المغربي السعر 10,000، يعني هو بكل مكان معروف انه سعره 10,000، فهذا كلش فتشي واو، يعني شوفوا كتبوا على اليوتيوب وشوفوا الحمام المغربي وفوائده، يعني كبرى مراكز التجميل بالعالم يستخدمون الحمام المغربي، فالحمام المغربي كلش ضروري خاصة للعرايس وحتى للبنات، يعني كلش ضروري لأنه راح يشيل لكم الطبقة ما تجلد الفوق كلها ويطلع لكم جلد جديد، وهيك حتى من بعد ما تستخدموه راح يعني اللي مجربيه يعرفون عن شنو دا أحكي. فيجي ويا هذا الكف مالته، شوفوا بنات هذا الكف المغربي، فيجي بداخله كف مغربي وهو هذا شكله من الداخل، يعني هيك كميته كلش كبيرة. شوفوا بنات يعني هذا هو هيك من الداخل بتشيس، فكميته كلش كبيرة ويكفيكم فترة كلش طويلة بحيث آخر شي تملون منه. واشتريت هذا الباليت من هدى بيوتي، شوفوا شلون كيوت يخبل، خل افتح لكم اياه. صح هو كوبي مو اصلي، لانه الاصلي مالته يمكن ب 74 دولار او هيك شيء، فالاصلي سعره كلش غالي، بس صراحه الكوبي مالته ماتين كلش زين، وهم مسوين عليه عروض يمكن سعره 6000 دينار او هيك شيء. هلو شلونكم خالاتي؟ بنات اشتريت بعد هاي الفرشة الكيوت كلش كل قوتها. هاي الفرشة طبعا انا عندي جهاز فوريو وعندي فرشة عادية، فبس اشتريت هاي الفرشة، هاي ثاني مرة اشتريها، قبل فترة اشتريتها وقلت اجربها، فحقيقة كلش انبهرت بيها، فلذلك وفرتها لكم. طبعا هاي الفرشة بيها منها هاي الاسفنجة تخلون عليها الغسول، والغسول يتحول تيجي تسووها الغسول يتحول الى رغوة. الكوريين يقولون انه الغسول مال الوجه ما يصير يتخلى بشكل مباشر على البشرة، لازم يتحول الى رغوة، فهاي الاداة راح تحول لكم الغسول الى رغوة، لانه الغسول اذا تخلى بشكل مباشر على البشرة راح يخرف بطء البيئة مالتها اللي هي معدل الحموضة والقاعدية وما ادري شنو مال البشرة حيتخربط، فالمفروض يتخلى على شكل رغوة، لذلك ابتكروا هذا الاختراع يحول لكم الغسول الى رغوة وتقدرون تستخدموه بشكل امن على البشرة. فهاي تلقوها يمكن سعرها 4,000 دينار. اشتريت بعد هذا المعطر مال الشعر، هذا المعطر فتشي خرافي يبقى بالشعر 3 ايام. صراحة للامانة هو ثالث يوم يخف، بس اول يومين ريحته فتشي خبل بالشعر، ريحته كلش طيبة. طبعا هو كل علبة يعني عطرها يختلف، والعطور هي نفسها المعطرات هي نفسها العطور مال الجسم، يعني مثلا هسه هذا مس ديور، اكو عطر لوف، اكو عطر بلاك اوبيوم وغيرها من العطور، وجادور، ويعني كل العطور الفرنسية اللي موجودة بالسوق هي هاي المعطرات مسويها يعني تشبهها مثلها. حتى مثلا انت اذا حابة انه تستخدمين معطر مع الشعر نفس العطر اللي تستخدمين جسمك فتلقيه متوفر، وريحتهن تخبل يعني فتشي خرافي. وبنات والله ريحتهن فت قوية، يعني ما اقولكم هي 3 ايام، يعني توقع بالشعر 3 ايام، بس اليوم الثالث قلت لكم شوية تخف. كلش تفيد العرايس، تفيد البنات المحجبات اللي يلبسون الحجاب فترة طويلة تصير ريحة بشعرهم، تفيد البنات اللي يستخدمون ماسكات بشعرهم، تبقى يعني يبقى الماسك ريحة بالشعر او هاي، هذا كلش يفيدهم، فشي خرافي. طبعا هذا الاصلي اماراتي. واخذت هذول المرطبات مال ايدين، طبعا قبل فترة كنت دا احكي ويا مريا، فهاي المريا ايديها كلش حلوات، يعني ايديها اني يعني ايديها بالنسبة لايديها جبار،
فقلت لها يعني شنو صار؟ مع العلم هي كبيرة بالعمر ومع العلم هي تشتغل شغل مو طبيعي، يعني تنظف تكون تمسح 24 ساعة، يعني ما تقعد 24 ساعة، الصاحبة ما أعرف شنو، الحمام، المطبخ، السينك، كله هي تنظف. فسألتها يعني شنو صار إنه إيديك هيك، يعني أنا أغسل المواعين إيدي ينتهن. فقالت أني كل شغلة أسويها أستخدم وراها مرطب مال إيدين، يعني أغسل مواعين أرطب إيدي، ما أعرف إيش أسوي، أغسل الساحبة مال المطبخ أرطب إيدي، أغسل القاع أرطب إيدي، يعني أني المرطب مال إيدين ما يعوفها أبد، لذلك إيديها محافظات على جماليتهن وعلى شكلهن الحلو وعلى لونهن بدون تصبغات. فأنا اشتريت هذولا، قررت بعد انه هيجي راح استخدم، راح اصير مثلها واستخدم مرطبات مال ايدين، لانه حقيقة ايدي تعبانات كلش، خاصة اذا جاينا شتاء. فاشتريت دول المرطبات الكيوت، شوف اشكالهم شقد حلوات، يا خبلن، وريحتهم كذلك، ريحتهم تجنن. طبعا انا فتحتهم فعادي، يعني لازم افتحهم قبل ما اشوفكم اياهم. ريحتهم خرافية، شيء خرافي، وهماتين هن يخبلن ويسوون الإيدين ناعمات كلش، فذني خرافيات كلش أنصحكم بيهن. الواحد بألف ونص، وهن لسيت خمس قطع بستة آلاف، فخرافيات. وأخذت بنات هذا المفتح مع المناطق الحساسة، طبعا هذا الصناعة تركية، وحماتين كلش زين، يعني حتشوفون عليها فرق، تشوفوها من الداخل هذا شكله، وسعره حماتين كلش مناسب، سعره كلش حلو. واخذت بعد هذا الغسول الكيوت بالشاي الاخضر، طبعا هذا الغسول كلش يفيد اصحاب اللي عندهم حب الشباب ببشرتهم، اللي عندهم حبوب، اللي عندهم بقع، اللي عندهم تصبغات، كلش يفيدهم. طبعا انا ما عندي حبوب بوجهي، بس يعني حبيت انه اجربه. طبعا هذا بالشاي الاخضر، شوفوا شكله من الداخل، شوفوا الكياته، شوفوا قد حلو بعد اللون مالته، يوه شلون اصور لكم اياه، هذا بنات مع اللون مالته شلون حلو يخبل. وطبعا هذا بيه منانه الفرشة مالته، بنات هاي منها تضغطون ومنها يطلع لكم الغسول، وتفرشون وجهكم بهاي الفرشة، تمشوا على وجهكم. طبعا هذا الغسول كلش مشهور كلش، وهواي يستخدموه وهواي ينصحون بيه، فهماتين حبيت اوفر لكم اياه واني استخدمه اكيد. اشتريت بعد هذا جل الالوفيرا، طبعا جل الالوفيرا المفروض يكون موجود بكل بيت، فهذا اشتريته كوري، فهيات هنا مكتوب ميد ان كوريا، ما اعرف اذا واضح عندكم او لا. المهم بنات، فهذا اكو منه صيني، دير بالكم من الصيني، ترى الصيني يحرق الوجه كل شيء، يؤذي البشره، ينطيها نتائج عكسيه. فدائما جل الالوفيرا من تشتروا اخذوه كوري، فلذلك وفرت لكم الكوري. هماتين تلقوا بيج كلش حلوة وسعره كلش مناسب. واخذت لاختي هذا الغسول اللي يسموه غسول الوردة، طبعا هذا الغسول فوم، هيك يكون هذا شكله، هذا شكله هيك من الداخل، وهيك هذا الراس مالته على شكل وردة. طبعا هذا الأختي أخذته مو إلي، لذلك ما أقدر أفتحه، فهذا هيك ترجوه ومنه ومنه تضغطوه، فتطلع لكم، يطلع لكم الغسول على شكل وردة فوم. طبعا هذا الغسول كلش حلو، هماتين متوفر ببيج كلش حلوة، بس هذا الغسول والشادو ذني مو إلي، يعني للبيج، أنا اشتريته من البيج فبس حبايبي، وسعره يمكن 6000 دينار وبس حبايبي. هاي كانت كل مشترياتي، طبعا كلها متوفرة بيج كلش حلوة مثل ما قلت لكم. فهاي كانت كل مشترياتي اللي يعني بعتهن لنفسي، او اشتريتهن وبعتهن لنفسي، المهم يعني هيك شيء. فاذا شفتوا مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، ولا تنسون تدعمون البيجات اللي قلت لكم عليهم،
وأشوفكم في فيديو جديد، ومع ألف 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 سلامة.